عشان نقول لك 90% ما استفدوش، 90% ما استفدوش من الدعم، 90% في هذا الشيء ما استفدوش. والشوفور دابا مسكين دابا هو اللي كيدير المازوط، كيخدم حتى العشية دابا، كاين دابا المازوط دابا كحال دابا كنا كنخدموا حنا نص نهار كنديروا 70 درهم ياك، دابا كنديروا 100 درهم في نص نهار، تعني 30 درهم، والباطو كاع في الروسيتا ديالو، داك الشيء اللي كتعطيه هو اللي خصك تعطيه، ما كيعرفش ولا مازوط لا والو. الشوفور هو اللي خصو الدعم مباشرة، باينه راه باين شكون كيدير المازوط، راه الشوفور هو اللي كيدير المازوط، شكون اللي خدام راه الشوفور هو اللي خدام، راه الشوفور كيدير المازوط، سمعتي ماشي الشوفور كيدير غير المازوط بوحدو، كون كيدير الشوفور المازوط بوحدو كل لاباس، الشوفور هو اللي كيخلص المازوط ياك، هو اللي كيخدم باش يتشراو البناوات، هو اللي كيخدم باش إلا جاب لا بقات كسيده، هو اللي كيخدم باش تصايب، إلا صح بقات حاجة في الموتور هو اللي كيصايب الشوفور، إلا ديك التاكسي دابا إلا بقات واقفة تصايب، ما تصايب. ولكن الشوفور مسكين راه هو اللي في كل شيء، هو اللي كيخلص لاسورانس، هو اللي كيخلص مول الكريما، هو اللي كيعطي لهذاك مول الشكاره حتى هو اللي كيعطيه، واش كيبقى الشوفور؟ انا كنتحداهم قسما بالله، راه كنتحداهم انا كلهم، الشوفور الاكثر اللي كيبقى لي قسم كيبقى لي اما الكلاوي ولا السكر سمعتي، ولا يا ربي المرض الخايب. وواحد الشوفور معنا دابا حاليا انت مسكين راه وثقت عليه مسكين رجلي سمعتي، هو كيخرج مسكين يطلب، هادشي اللي كاين في الشيفور، لان هاد المهنه خاصها ديال المهنه ديال الشيفور، هادي خاصها تقول الشيفور باش تكون مشكره، هاد المهنه خاصها ترجع للشيفور، علاش؟ باش يستافد منها الشيفور ياك، وتستافد الدوله، الدوله سمعتي، ويستافدوا هذوك الناس، هذوك الناس اللي كيقولوا بانهم داروا الاحتياج الخاص حتى ما غيستافدوا، باش بواحد الصندوق يدار في العماله، داكشي حنا اللي غنعطوا لهذاك، عطوا لهذاك الصندوق ويعطوا لذوك الناس داروا الاحتياج الخاص، حنا متفقين ويكون واحد سمعتي، كل واحد دعم الشيفور مباشره. كتدفع على حساب الانترنت، من بعد كتمشي كتاخذ واحد 4 ايام ولا 10 ايام كتمشي تخلصها اما في بريد كاش اما في البوسطه، كتمشي كتاخذ فلوسك بدون اشكال، يعني كتدفع لهم كيقول لك الاخر ديك بلا ما تقول بلا ما تعطيهم كاع ذاك ذاك الكود اللي كيقولوا لي واحد الورقه كتعطي عليهم، وفي في البلاصه في البلاصه يعني كيعطوك فلوسك. شحال هو القيمه ديال الدعم؟ شحال كلهم 2200 2200 درهم، وحده فيهم الثالثة وقيلة على ما أظن كانت الثالثة فيها 62000 3100 درهم. واش كاين في هذا الدعم؟ واش نقول لك الله يجعل البركة أحسن من والو، يعني مقد معنا هو هذاك الله يجعل البركة. كاينين بعض الناس اللي ما استفدوا، واحد الدراري المهم الدراري اللي كنعرف أنا بزاف الأكثرية فيهم ما استفدوا، ولكن هذوك عندهم مساكين معمرين الكريمة مثلا، مع كاين اللي ميت مولاه، كاين اللي عنده مشاكل معاهم، كاين كل واحد اسم المشكل اللي عنده، وبالاخص بزاف اللي ما تخل اللي ما شدوش الدعم هما الطاكسيات القدام، يعني 240 اما كاع اللي اكثريه ديال الناس اللي فاس ميتوا كلهم شدوا الدعم ديالهم، كلهم استفدوا، لا اكثريه فيهم قليل 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 اللي ما كما قلت لك الا عنده شي مشكل مع سميتو ما، وحنا شغنقول لك حنا بينا حنا يخصو لينا من المازوط، وثانيا انا بالنسبه لي بعدا كسائق مهني، انا بالنسبه لي احسن مثلا يحسبوا لي مثلا يعطونا مثلا طاكسي كبير يعطونا 20 لتر في النهار بالثمن المناسب، ولفتوا مثلا انا لفت 20 لتر نخلصوا بالثمن البسيط العادي مثلا ب 15 درهم، يحسبوا لي مثلا ب 160 ولا 180 8 درهم 9 درهم، ولكن الا فت مثلا 20 يضروا انا نخلص مثلا فوق بثمن العادي اللي كيخلصوا فيه الناس ب 15 درهم مثلا ولا زياده. واش نقولوا دابا كما ما نقدروش نحكموا على داك الشيء، سمعتي مهم داك الشيء نقولوا ما بيش فهمتي ما بيش. شحال تقريبا كتشدوا؟ كنشدوا شدينا 220 الف فرنك الاولى والثانيه، ها 2200 درهم في الاولى و2200 درهم في الثانيه، الثالثه كانوا عطاونا 3100، عاود رجعوا للرابعه ثاني رجعوها ل 2100 2200، هذا الشيء اللي كاين. هذا اش غادي يقول؟ كاين اللي ما شدش لا الاولى لا الثانيه لا الثالثه، فهمتي؟ كاين اللي ما استافدش. والرساله شنقول لك؟ نتمنى الله تبارك وتعالى يطفي هذا الغضب، هذا كثير غالي هذا الخير بزاف، فهمتي؟ غالي بزاف علينا وعلى المواطنين، فهمتي؟